السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله على اخبار شبيبه القبائل. كما راكم تشوفوا يعني نهايه قصه مناجر الفريق بالقايد، يعني سيغادر بعد مباراه شباب بالوزداد وانهاء مهامه. نتمنى ان شاء الله يجيبوا لنا مناجر مليح. زعما بدا التغيير ولكن ليس التغيير الجذري. التغيير الجذري يبدا من رئيس شبيبه القبائل، راهم قاعدين غير فقط يغيروا في بعض الاطراف، يعني يضحيوا بهم باش حب يقول الناس كيتريكلامي وكذا وما كانش تغيير في الاداره وكذا. يبدا يقول لك اني نحينا المناجر، نحينا ما على باليش، جبنا محضر بدني جديد، بدلنا هذه. ليسونسيال خوتنا، التغيير راه يكون من رئيس شبيبه القبائل وروح. ماذا بينا ان شاء الله تتنحاو كاع ويجيبوا ناس اللي يقدروا صح لشبيبه القبائل وكل شيء، ويقدروا يسيروا الفريق ويردوه للسكه الحديديه. وحتى هو بعد يا ريشان رئيس شبيبه القبائل قال لك انا لما تجي شركه وطنيه كبيره وقادره على شبيبه القبائل انا ننسحب ونجبد روحي، لانه صراحه شبعنا. وكما شفنا خوتنا، عطيونا الاراء تاعكم في التعليقات، لايك الفيديو وماكس دي بارطاج.